فكرة عليك يتنابوا. انت صحيت يا مش بقولك لو اخد عقلك يتهنبه انك بتقول انك خصمت النوم لالاتي. ما ينام الليل الا اللي خالي البال يابا. الله يا بنتي فين البال الخالي دلوقتي؟ الان في النازل، ربنا طلعنا منها على خير. ما تشر عليك يا حاج، ما تشر عليك. وبعدين هتفوتني لمين يعني؟ عندك حق يا بنتي، ما عملتش حساب انا اليوم ده، وهسيبك بطولك، العم يحن ولا اخ يوصل بالظهر، بس ربنا رحمته واسعه، والمعلم سداد انا بعتبره زي اخوك واكتر، هو بالنسبه لي اغلى من صلب ظهري. طبعا، امال ايه؟ المعلم راجل مفيش منه، طول عمره سداد وابن اصول. سداد وابن اصول بس ما يجوز ليكيش غير اخ، فاهم يا دهب؟ ايه يابا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ابوكي واعي وشواف، واللي تخبيه عن الدنيا كلها اشوفه من ورا عينيكي، واللي رب خير من اللي اشترى يا بنت ابوكي. انا هقوم اعمل لك حاجه. بقول لك ايه؟ اشتري مني الكلمتين دول، انا مرضاش لبنتي انها تبقى خربت بيوت وتكسر عيشها وملحها مع صاحبتها، صاحبة عمرها. انا عارف حبيبتي ان القلب بنى السلطة عليه طالما طالب الحلال، انما اوقات حرار ربنا من غير ما ناخد بالنا يفتح باب ظلم الناس على الناس. وزمزم عشرتنا الحلوة طلعت انت وهي والمعلم تلاتة اخوات، القلب على القلب، ما تخليش قلبك هو اللي يخرب على صاحبتك واختك ويكسرها وينفرط عقد العشرة. يابا الكلام ده مش انا فاتح قلبي واكلم حتة من قلبي. صعب على الاب يقطع خيط الحياة بينه وبين بنته ويقول لها الكلام ده، بس انا حبيبتي مش بعتبرك بنتي بس، انت صاحبتي.